بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الاشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ورجل وعلى ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين حل علينا شهر المصائب والاحزان وحلت علينا الايام والليالي التي يحزن فيها رسول الله صلى الله عليه واله وتحزن فيها الانبياء والاوصياء والاولياء جميعا انها الايام والليالي التي يعلن فيها اهل السماء قاطبه الحداد والحزن واما اهل الارض فمنهم من يعلن الحداد ومنهم من يفرح في هذه الايام والليالي اولئك الذين ما زالوا على سنه بني اميه واعداء اهل البيت يفرحون في هذه الايام والليالي ويجتهدون في محاربه ذكر الحسين وشعائره ومجالسه وما بين هؤلاء وهؤلاء اعني الذين يحزنون والذين يفرحون قطاع عريض من اهل هذه الارض لا يدرون ماذا جرى على الحسين ولماذا جرى وكيف جرى ولا يدركون سر هذه الرسالة الحسينية العظيمة. نعم، من هؤلاء من يلتفت، ومنهم من لا يلتفت، لكن الذي ما زال عنصرا مشتركا بين الملتفتين وغير الملتفتين هو هذا عدم ادراك سر الرساله الحسينيه المجيده واي شيء هو الحسين واي شيء هي رسالته نستطيع ان نتجرا اكثر فنقول انه حتى في الناس الذين هم من اولياء الحسين عليه السلام ومن شيعته من الذين يقولون اليوم نحن من اوليائه وشيعته واتباعه حتى هؤلاء كثير منهم ما عرفوا من هو الحسين وما هي رساله الحسين بل يمكن لنا ان نتجرأ اكثر فاكثر ونقول ان الذين يتحدثون اليوم باسم الحسين عليه السلام قسم منهم ما عرفوا الحسين حق معرفته ولا وقفوا على مقاصد رسالته العظيمه او اهدافه الكبرى ولذلك تجد ان واقع العالم هو واقع ما نعيشه اليوم لو ان العالم أدرك من يكون الحسين وما هي رسالته، ما هي أهدافه ومقاصده لكان العالم على غير هذه الشاكلة. لعلنا نعذر الذين هم بعيدون عن الحسين وأجواء الحسين، ولكن أي عذر لاولئك الذين هم قريبون منه ويعيشون في اجوائه خاصه في هذه الايام والليالي ما معنى ان يتحول الحسين عليه السلام بالنسبه الى هؤلاء الى مجرد ذكرى فقط والى مجرد طقوس وشعائر على أهمية الذكرى وأهمية الطقوس والشعائر بلا جدال في ذلك ولكن الرسالة يا ترى الأهداف والمقاصد هل تحققت فينا نحن أتباع الحسين عليه السلام قبل أن نلوم غيرنا لا ادري ان كان بعضكم ايها الاخوه المؤمنون قد قرا بياننا او رسالتنا قبل ايام معدوده في شان استقبال الايام الحسينيه المجيده ذكرنا فيها على سبيل المثال ان من مقاصد الحسين عليه الصلاه والسلام المخاطره المخاطره بالنفس في سبيل الله عز وجل من من اليوم مستعد للمخاطره الحسين انكر على الذين انكروا عليه خروجه هؤلاء الذين قالوا له ليس الصواب فيما تفعل بماذا اجابهم كان يقرعهم كان يلومهم بأي خطاب كان يقول لهم من جملة كلامه الشريف ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله ولا نفسا خاطرتم بها للذي برأها طريق الحسين هو طريق المعادات لمن؟ حتى لعشيرتك ان كانت على منهج مضاد لمنهج الحسين. حتى لمجتمعك ان كان يسير في درب اعداء الحسين ومخالفيه. تعاديهم هذا هو طريق الحسين. نعلم ان ذلك سيؤدي بك الى مخاطر حين تسبح عكس التيار حين تسير على غير رغبات المجتمع الذي يحيط بك او توجهاته لا شك ان ذلك يستجلب لك من المواجهات والمشاكل والصدامات ما يستجلب ولكن هذه العداوات عند الحسين عليه السلام مستحبه ولا عشيرة عاديتموها في الله ولا نفسا خاطرتم بها للذي برأها طريق الحسين ايضا هو طريق المخاطره ايها الاخوه من منا مستعد لتطبيق ذلك اليوم على مستوى العناوين والالفاظ والتعابير فنحن بارعون في ذلك ولكن على مستوى الفعل والتطبيق نحن مع كل الاسف اقول والوم نفسي قبل ان الوم غيري نحن فاشلون من منا مستعد حقا للمخاطره جميعنا يحسب حساب مصالحه وما يمتلك لا يريد ان يخاطر حتى بامكان ان ينقطع عليه طريق سفر مثلا ليس على استعداد لان يقول كلمه حق لئلا ينقطع عليه طريق سفر الى بلد من البلدان فكيف تتوقع من هذا أن يخاطر في كلمة الحق حتى بنفسه أي أن تكون النسبة بين أن يبقى حيا وأن لا يبقى خمسين بالمئة خمسين بالمئة ممكن أن يبقى حيا هذه مخاطرة كبيرة وخمسين بالمئة لا يبقى ولكن يخاطر من أجل كلمة الحق من منا يفعل ذلك؟ نعم يفعل ذلك الحسيني حقا وما اقل هؤلاء بيننا ولا اقول بين الاخرين. هذه اشاره سريعه اردت ان ابدا بها حتى نعلم جميعا كم نحن بعيدون عن الحسين عليه السلام. في مقام التطبيق في مقام الافعال من يخاطر اليوم منا ترمى عليه التهم ويرمى بالجنون والعته يقال عنه معتوه او يبهت ويفترى عليه مجتمعنا الى الان لا يفكر بمنطق الحسين فيقدر المخاطرين بانفسهم للدين مجتمعنا يمكن له ان يقدر المخاطرين بانفسهم للسياسه باسم الدين اما ان يقدر من يخاطر بنفسه للدين والعقيده فقط مجتمعنا الى الان مع الاسف لم يصل الى مستوى من النضوج والفهم بحيث يستقبل هؤلاء المخاطرين بالترحاب ويعتبرهم حاله صحيه لا حاله سلبيه او مرضيه هذا كله ناشئ من بعدنا عن الحسين عليه الصلاه والسلام. والبحث الذي سنتناوله في هذه الليالي ان وفقنا الله عز وجل واحيانا انما يتمحور حول ذلك البعد والقرب وثم هذا القرب من الحسين هل هو قرب اسمي مصلحي ام انه قرب حقيقي واقعي؟ ابدأ معكم. السيد ابن طاووس عليه الرحمه والرضوان. يروي أو ينقل في كتابه الشهير مهج الدعوات ومنهج العبادات في الصفحة ثمان وستين ينقل شيئا من قنوتات الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام نقلا عما ورثه السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه عن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه عن الامام العسكري عن ابائه الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين ومن جمله تلك القنوتات قنوت إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يقرأ الحسين عليه السلام في قنوت صلاته؟ أول ملاحظة ها هنا أنه يا ترى هل هنالك تأمل جدي من قبلنا في هذا القنوت؟ في هذه العبارات التي كان الحسين عليه السلام يقنت بها هل يا ترى نسمعها على المنابر جيدا؟ ونتامل في كل فقره فقره منها، كل عباره عباره منها، هل يا ترى نلمس مثل هذا عندنا؟ الجواب على ما ارى هو لا مع الاسف الشديد، بل لعل معظمكم لا يعرف ان هنالك قنوتا خاصا للحسين عليه الصلاه والسلام. طيب ماذا يقول إمامنا سيد الشهداء صلوات الله عليه في قنوته؟ اللهم منك البدء ولك المشية. أي المشيئة. ولك الحول ولك القوة وأنت الله الذي لا إله إلا أنت جعلت قلوب أوليائك مسكنا لمشيتك، هذه عبارة عن أن أولياء الله لا يخالفون مشيئة الله فمشيئة الله مسكن لقلوبهم قلوبهم مسكن لمشيئة الله سكن مشيئة الله في قلوبهم فقلوبهم مطمئنة بمشيئة الله عز وجل مهما وقع عليهم لا يقولون إلا تلك العبارة التي قالتها الحوراء زينب عليه الصلاة والسلام ما رأيت إلا جميلة مهما وقع لا يعترضون على مشيئة الله جعلت قلوب اوليائك مسكنا لمشيتك ومكمنا لارادتك كذلك لا يعترضون على ارادة الله عز وجل انما ارادة الله كمنت في قلوبهم فصارت القلوب مكمنا لارادة الله وجعلت عقولهم مناصب اوامرك ونواهيك فانت اذا شئت ما تشاء حركت من اسرارهم كوامن ما ابطنت فيهم. الله عز وجل كما اكمل قلوب اوليائه وجعلها مطمئنه بمشيئته وارادته وقضائه وقدره اكمل كذلك عقول اوليائه فجعلها نصب أوامره ونواهيه. كل عقل من عقول الأولياء من أولياء الله عز وجل تجده أول ما يلتفت إليه أكثر ما يركز عليه ويسلط الضوء عليه أوامر الله ونواهي الله. وجعلت عقولهم مناصب اوامرك ونواهيك فانت اذا شئت مشية الله عز وجل الان تتعلق بشيء فانت اذا شئت ما تشاء حركت من اسرارهم من اسرار اولياء الله كوامن ما ابطنت فيهم وابدات من ارادتك على السنتهم ما افهمتهم به عنك في عقودهم حينما يعقدون العزم على امر يمضون على مشيئه الله كيف عرفوها لان عقولهم مكتمله وهي نصب الاوامر والنواهي فحينئذ يحرك الله عز وجل هذه الاسرار وهذه الكوامن في عقولهم وفي قلوبهم فلا يتخطون مشيئه الله ابدا يمضون على هذه المشيئه لو تأل لو تامل المتكلمون في هذه العباره فقط اقول ذلك فقط للاشاره لو تامل المتكلمون الدارسون المجتهدون في علم الكلام هذه العباره فقط فلعلها تؤدي بهم الى ان يعيدوا النظر في تعريف العصمه لانكم كما تعلمون ولعل بعضكم يعلم من اهل العلم والبحث وطلبت العلم ان هنالك تباينا واختلافات في تعريف العصمه كنه العصمه جوهر العصمه ماذا ومع الاسف الشديد نحن نغرق اكثر فاكثر في المصطلحات الكلاميه وفي القواعد الكلاميه دون ان نستعين بساده اهل الكلام وهم ائمتنا الاطهار عليهم الصلاه والسلام هذا تعريف عصمه يقدمه سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليهما انه يحدد لك كيف تسكن المشيئه في القلب وكيف يرتبط ذلك باعتدال العقل بحيث انه لا يتخطى امرا ولا نهيا وحينئذ يمضي هذا الانسان هذا المعصوم هذا الولي لله عز وجل يمضي على مشيئه الله عز وجل حتى وان افترضنا انه ما من اتصال ولا وحي. هذا هو سر في العصمه. كيف يعصم نفسه؟ وكيف يعرف ان هذا خطا ينبغي ان يجتنب عنه وهذا صواب ينبغي ان يمضي عليه. ليست العصمة هنا اكتسابية بل ولا لدنية على نحو مجرد بمعنى ان الله عز وجل يعصمهم بدوا هكذا وكأنه يجبرهم على أن يكونوا معصومين، يجبرهم على أن يكونوا معصومين، أي فضل لدى المعصوم إن كان مجبوراً على أن يكون معصوماً؟ بل للمذنب حينئذ أن يحتج على الله عز وجل بالقول يوم القيامة: إلهي إني ارتكبت الذنب لأنك لم تخترني من جملة المعصومين، لماذا اخترت ذاك؟ وجعلته معصوما واجبرته على العصمه وانا لم تخترني لذلك اذنبت اذا لا فضل للمعصوم في كونه معصوما ان كانت العصمه قهريه العصمه هنا لدنيه نعم ولكن لا على نحو انه انها جاءته من غير استحقاق هو مستحق لها كيف نوازن بين الاستحقاق والمن ها هنا الجواب يكون عند ابي عبد الله الحسين عليه السلام في هذه العباره التي تحتاج الى سنه من التامل ولعله عشرات من العلماء الفطاحل لكي يحققوا فيها ويستنتجوا منها تعريفا جديدا للعصمه وابدات فانت اذا شئت ما تشاء حركت من اسرارهم كوامن ما ابطنت فيهم وابدات من ارادتك اي اظهرت من ارادتك على السنتهم ما افهمتهم به عنك في عقودهم حين يعقدون العزم على شيء بعقول تدعوك فمن العصمه ما ينبغي ان يكون رابطا بين الولي لله وبين الله عز وجل دوام الدعاء له دوام الانقطاع له وكأن العصمة تنحل إذا لم يكن المعصوم دائما لجئ إلى الله دائما التوجه إلى الله عز وجل هذا ما يفسر لنا أننا نجد في كثير من الآثار والأحاديث الشريفة أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام ما كانوا ينقطعون عن ذكر الله عز وجل حتى لحظة. مذكورة هذه الأخبار. لماذا؟ هذه من مقتضيات عصمتهم. أنهم دائمو الدعاء يدعون الله عز وجل ودائمو الدعوة إلى الله أيضا. ليسوا فقط يدعون الله، ليسوا مجرد عباد وزهاد. كل منهم في صومعته. ليسوا مجرد رهبان. إنما هؤلاء كما يحيون الليل بالعبادة، يحيون النهار أيضا بالعبادة والدعاء إلى الله. يدعون الى الله ولذلك يقول الحسين عليه السلام بعقول تدعوك وتدعو اليك تدعو اليك هذه العقول يتحركون في المجتمع كل منهم طبيب دوار بطبه كما يقول امير البلاغه امير المؤمنين علي صلوات الله عليه في النهج الشريف حين تقرؤون ما يصف به أمير المؤمنين عليه السلام سيده رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من جملة أوصافه ونعته طبيب دوار بطبه ليس طبيبا كامنا في عيادته إنجاز التعبير وينتظر الناس أن يأتوه لكي يتطببوا عنده بل هو يدور عليهم يدور على المرضى واحدا واحدا طبيب دوار بطبه اي انه يدعو الى سبيل الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه على الدوام وعلى الاستمرار يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يترك المجتمع سائرا باتجاه مغلوط ويقول انا شعلية هالشكل ما يقول هل يا ترى هذه الاخلاقيات والصفات تتجسد فينا ام ان معظمنا اليوم يقول بصراحة انا شعلي خليهم شعلينا به نحن نعيش مثلا في هذه البلاد التي فيها ملحدون وكفر وأهل كتاب وبكريون وغيرهم من كل الطوائف ومن كل الاعتقادات ونحن نحتك بهم ونتخالط بهم ونجاورهم ونتساكن معهم هل نجد من أنفسنا أننا بالفعل نهتم في أن ندعو هؤلاء إلى الحق جيراننا مثلاً هل الواحد منا يفكر هكذا انه هذا جاري النصراني مثلا انا خلي ادعوه الى الاسلام والتشيع سنوات احنا جيران عادتنا غالبنا معظمنا يكرر هاي العبارة أنا شعلي علي خلص أنا ما لي علاقة أترك الكل فلذلك هو يتأثر ولا يؤثر هذا قرب من منهج الحسين ام بعد عنه فكروا في القضيه بعقول تدعوك وتدعو اليك بحقائق ما منحتهم به كيف يدعون الى الله عز وجل بحقائق ما منحتهم به الله يمنح الولي له حقائق يدعو بها اليه. لا تكون دعوته اعتباطيه او حتى اجتهاديه. هنالك شيء يقع في قلوبهم. يقول لهم ادعوا الى الله عز وجل بهذه الحقيقه من الحقائق. بهذه الدعوه، بهذه القضيه. ولذا تجد ان كل نبي كل وصي لدعوتهم لون خاص ومميز. دعوة رسول الله صلى الله عليه واله كان لونها المميز ماذا؟ السيف صحيح؟ لماذا كان سيفا؟ هو يفسر الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم اعوجاج الناس الا السيف، ظهر هذا النبي اين؟ في بيئه السيف، في بيئه الحروب والقتال عند العرب. لا في بيئه الرومان مثلا وهي بيئه فلسفيه. ما كانوا يستقبلون الحق ويخضعون له وينزلون عليه الا بالقوه لانه لا يعرف الا لغه القوه ماذا تصنع مع هؤلاء؟ ايصح ان تجابه السيف الباغي الطاغي الارهابي الدموي بكلمه الحق فقط؟ هذه سفاهه تخيل انك تاتي الى ذلك الذي يكون ارهابيا ويريد ان يقوم باعمال ارهابيه داخل العراق تريد ان تجابهه بماذا بالكلمه فقط هذه سفاهه الكلمه تؤثر نعم ولكن لا بد ان تقترن مع ماذا مع السيف ايضا لانه لا يرتدع هؤلاء الا بسيف الا بقوه هذا كان لونا طاغيا على دعوة رسول الله صلى الله عليه واله. تأتي إلى دعوة أمير المؤمنين عليه السلام، اللون الطاغي ماذا؟ الفتنة. وإيقاع الفتنة المحمودة. تأتي إلى زمان الحسن عليه السلام، اللون الطاغي ماذا؟ لون الهدنة. تأتي إلى زمان الحسين اللون الطاغي هو أي لون؟ المخاطرة. تأتي إلى زمان زين العابدين اللون الطاغي أي لون؟ لون العبادة والتهجد. دعوة زين العابدين جرت من خلال الصحيفة السجادية. وهكذا كل إمام من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. هنالك حقائق الله عز وجل يبثها فيهم ويوقعها في قلوبهم فيدعون بمقتضاها وعلى اساسها. وتدعو اليك بحقائق ما منحتهم به واني لاعلم مما علمتني. الحسين يخاطب ربه. يقول الهي كل علم لدي انما هو منك انت الذي علمتني واني لاعلم مما علمتني مما انت المشكور على ما منه اريتني اشكرك يا رب على انك اريتني حقائق العلم ما عند الحسين علم يقيني ما عندي وعندك علم ظني لا علم يقيني نحن انما نظن اما الحسين عنده العلم اليقيني لان الله اراه هذا العلم واني لا اعلم مما علمتني مما أنت المشكور على ما منه أريتني وإليه آويتني. اللهم وإني مع ذلك كله عائذ بك. الله أكبر. مع أنه يعلم من نفسه أنه معصوم وأنه ماض على أوامر الله ولا يخالف مشيئه الله علمه علم الحقائق اليقينيه الالهيه اي شيء يخاف الحسين على نفسه ايخاف الحسين ان يقع في محظور ايخاف ان يقع في ذنب ايخاف ان يقع في مكروه ايخاف ان يقع في ترك للاولى كلا وحاشا ولكن كلما زادت عظمه الولي المعصوم كلما زاد خضوعا لله عز وجل ولوذا به واستعاذه به فانه يقول الهي اللهم واني مع ذلك كله مع اني معصوم في قلبي النور في عقلي الكمال أنا ماض على مشيئتك وإرادتك، علمي علم حقيقي يقيني، لكنني لا أركن إلى كل هذا، وإنما أعوذ بك أنت، أستمد منك أنت، هذه عطاياك، هذه مواهبك. اللهم وإني مع ذلك كله عائذ بك. لائذ بحولك وقوتك راض بحكمك الذي سقته إلي في علمك الحسين ينعى نفسه يقول إني راض بحكمك يا رب هذا ما كان يقنط به الحسين في صلاته راض بحكمك الذي سقته إلي قدته إلي في علمك أي حكم هذا أن تذبح يا حسين أن تقتل على شاطئ الفرات أن تقطع أوصالك ويحز رأسك أن تيتم أطفالك وترمل نساؤك وتسبى ويذبح اصحابك هذه كل هذا المشهد كان الحسين عليه السلام يتمثله وكان ماثلا امام عينيه وهو يقنط وهو يدعو الله عز وجل يقول الهي مع كل هذا انا راض انا ما عندي اعتراض ارجع شويه الى الوراء لما وصف أولياء الله في قنوته ماذا قال سيد الشهداء عليه السلام قال اللهم منك البدء ومنك المشيئة ولك المشيئة لك المشيئة جعلت قلوب أوليائك مسكنا لمشيتك ومكمنا لإرادتك أنا من أوليائك مشيئتك يا رب في قلبي إرادتك كامنة في نفسي أنا لا أعترض. اللهم وإني مع ذلك كله عائذ بك، لائذ بحولك وقوتك، راض بحكمك الذي سقته إلي في علمك، جار بحيث أجريتني، أنا أجري أسير إلى حيث ما أنت سيرتني يا رب. قاصد ما اممتني اينما توجهني انا اقصد الى هناك غير ضنين بنفسي فيما يرضيك عني اذ به قد رضيتني يقول غير ضنين مثل وما هو على الغيب بضنين يعني شنو يعني بخيل يقول أنا ما أبخل بنفسي أنا غير ضنين بنفسي أنا يا رب لست مستعدا لأن أبخل بنفسي فيما فيه رضاك رضاك هو أن أذبح أن يقتلني أن يقتلني أعداؤك أنا أرضى رضاك ان يقع علي من المصائب ما لم يقع على احد انا راض انا راض يا رب انا اقبل انا اقبل ان اكون شهيد الاسلام انا اقبل ان اكون شهيد الحريه انا اقبل ان اكون شهيد الرفض واتحمل كل هذه الرزايا بل في هذه الرزايا رضاي اذ هو رضاك غير ضنين بنفسي فيما يرضيك اذ به قد رضيتني انت قد رضيتني فيما انا سائر فيه من التضحيه بالنفس ولا قاصر بجهدي عما اليه ندبتني انا يا رب مستعد وسامضي على ما انا عليه بكل قوه بكل شجاعه بكل كفاءه لن اقصر لن اقصر ولا قاصر بجهدي عما اليه ندبتني، عن المسؤولية التي حملتني اياها، عن المهمة التي اوكلتها لي. مسارع لما عرفتني. انا ساسارع للشيء الذي عرفتني به، وهو ان امضي للشهادة. شارع فيما اشرعتني. امضي على ما أردته مني مستبصر فيما بصرتني مراع ما أرعيتني فلا تخلني من رعايتك ولا تخرجني من عنايتك ولا تقعدني عن حولك ليكن يسلب مني حولك يا رب ولا تخرجني عن مقصد أنال به إرادتك. لا تخرجني عن ذلك المقصد الذي يوافق إرادتك يا رب. واجعل على البصيرة مدرجتي، أي طريقي. اجعلني على البصيرة. وعلى الهداية محجتي، طريقي أيضا مقصدي. وعلى الرشاد مسلكي حتى تنيلني وتنيل بي امنيتي. عندي امنيه يا رب وهي ماذا؟ الاسلام. حفظ الاسلام. الهدى الذي سافديه حتى يبقى. حتى تنيلني وتنيل بي امنيتي وتحل بي على ما به اردتني وله خلقتني واليه اويتني الى هذا ثم يقول وهنا محل الشاهد ونقطه الارتكاز والمنطلق في بحوثنا هذه الليالي وأعذ أولياءك من الافتتان بي. عجيب. الحسين يطلب من الله عز وجل أن يعيذ أولياءه من أن يفتتنوا بالحسين؟ هل هنالك خطر من الافتتان بابي عبد الله الحسين عليه السلام الجواب عند الحسين نعم عجيب هذا ما معنى ان يقول الحسين عليه السلام في قنوت صلاته واعذ اولياءك اولياء الله من الافتتان بي ما اريد الناس يفتتنون بي عجيب الحسين فتنه لنا بمعنى ابتلاء امتحان الحسين ما زال بالنسبه الى كل البشر امتحانا وفتنه وابتلاء الله ابتلانا بالحسين عليه السلام بمعنى افتتننا امتحننا يختبرنا بالحسين من هو الذي يمضي على درب الحسين فينجح في هذه الفتنه وفي هذا الاختبار من ذاك الذي يعاكس درب الحسين عليه السلام فيفشل ويسقط في هذا الاختبار اذا اي داع لان تدعو يا ابا عبد الله تدعو ربك قائلا واعذ اولياءك من الافتتان بي واي شيء تقصد لنكمل دعاءه وقنوته فإنه يقول: وفتنهم يعني يا رب لا تجعل فتنتهم بشخصي وإنما بشيء آخر إذا أردت أن تفتنهم بماذا؟ وفتنهم برحمتك لرحمتك في نعمتك تفتين الاجتباء والاستخلاص بسلوك طريقي واتباع منهجي وألحقني بالصالحين من آبائي وذوي رحمي هذه العبارة من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هي التي تحتاج إلى بحث ودراسة وتأمل وتحتاج الى تحليل. <applause> وأعذ أولياءك من الافتتان بي، طيب وبعدين وفتنهم برحمتك لرحمتك في نعمتك. أي نوع من الافتتان تفتين الاجتباء والاستخلاص. إذا أردت يا رب ان تفتن احدا بي فافتنه اولا بالرحمه للرحمه في النعمه ليكن في نعمه وارحمه ثم فتنه هؤلاء الذين هم من اوليائك فتنهم هكذا تفتين الاجتباء والاستخلاص اجتبيهم يصير الواحد منهم مجتبى اي مختار مصطفى هكذا يصفى يختار الله عز وجل يختاره من البشر تفتين الاجتباء والاستخلاص طيب كيف ينجح هؤلاء في هذا النوع من الفتنة الإلهية الحسينية. كيف ننجح نحن؟ أنا وأنت وجميعنا. يقول: بسلوك طريقي، بسلوك طريقتي واتباع منهجي. إذا سر النجاح في الفتنة الإلهية الحسينية هو هذا. سلوك طريق الحسين واتباع منهج الحسين صلوات الله عليه هكذا نسير هنا ننجح في هذه الفتنه هنا يمكن لنا ان نضمن الجنه اما اخرون فإنهم افتتنوا بالحسين عليه السلام ذلك الافتتان الذي أوصلهم إلى النار. تأملوا كلامي جيدا. يمكن للإنسان أن يفتتن بالحسين فيرد النار، نعوذ بالله. أي معنى لهذا الافتتان؟ سنفصله ونبينه إن شاء الله تعالى. ويمكن للإنسان أن يفتتن ويخرج من هذه الفتنة بمعنى الاختبار بمعنى الابتلاء بمعنى الامتحان مرفوع الرأس لأنه من أولياء الله فتكون فتنته فتنة الاجتباء والاستخلاص تكون نتيجة امتحانه لما يمتحن بالحسين عليه السلام أنه قد نجح فصار من الذين اجتباهم الله واستخلصهم. كيف نجح؟ رأى منه الله عز وجل في خطه في الحياة في حياته الدنيا هذه أن خطه يوافق خط الحسين بسلوك طريقتي واتباع منهجي. يقول الحسين عليه السلام فاذا ما كنا هكذا نجحنا في هذا الاختبار نجحنا في هذه الفتنه هل يا ترى هذه الفتنه جاريه الى اليوم الجواب نعم ما زال الله عز وجل يفتننا ويمتحننا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ويمتحن كل البشر يفتن كل البشر دعاء الحسين كان لأولياء الله ألا يسقطوا في هذه الفتنة البحث هذا بحث دقيق وخطير لانه تحت هذا العنوان الافتتان الخطر بالحسين عليه السلام من ذا يبحث في هذه المسائل وماذا يراد من هذا البحث هل معنى ان نقول ان هنالك افتتانا خطرا بالحسين عليه السلام أن هنالك من يمكن أن يرد النار ويضل بالحسين عليه السلام الجواب نعم يمكن العنوان مرعب نعم صحيح ولكن هذا ما أنبأتنا به الروايات والأدلة كل شيء للعلم جاء من الله سواء كان كتابا سماويا شريعه او نبيا او وصيا يمكن عده سلاحا ذا حدين القران على سبيل المثال هذا الكتاب المعجز هذا الكتاب الهادي للبشريه هذا الكتاب النور يمكن ان يكون سببا للضلال وقد صار كيف؟ انت كيف تتعامل مع القران؟ اذا كنت من اولياء الله عز وجل فلا يزيدك القران الا هدى ورحمه اذا كنت من اعداء الله عز وجل الذين تلبسوا بلباس انهم اولياء لله فلا يزيدك القران الا ضلالا القران هو هذا ذاته تهتدي به مجتمعات وتضل به مجتمعات بنفس كتاب الله فكذلك اولياء الله عز وجل اولياء الله ايضا هكذا الحسين عليه الصلاه والسلام عبر التاريخ الان مضى على استشهاده عليه الصلاه والسلام قرابه اربعه عشر قرنا طوال هذه الاربعه عشر قرن يا ايها المسلمون هنالك من نجح في هذه الفتنة، في هذا الاختبار الالهي وصار من اولياء الله ودخل الجنة بالحسين وهنالك من فشل وسقط ورسب وضل ودخل النار بالحسين أيضا. وليس هذا القسم الثاني المجموعة الثانية مو فقط أعداء الحسين لا تفهموا كلامي هكذا شوي وسعوا مداركم وعقولكم مو فقط مثل يزيد نقول دخل النار بالحسين لأنه قتل الحسين مو مثل مثل فقط عمر بن سعد أو أمثال ابن تيمية مثلا الذين جاءوا وكتبوا ما كتبوا ضد الحسين عليه الصلاة والسلام واعتبروا خروجه خروج مفسدة على تعبيرهم مو فقط هؤلاء دخلوا النار بالحسين، كلا هنالك من يقول انا شيعي حسيني ودخل النار ويدخل النار نعم كما يقول القائل انا قرآني ويدخل النار هنالك اليوم جماعة يسمون انفسهم قرآنيين ماضين على منهاج عمر بن الخطاب يقولون حسبنا كتاب الله ولعلهم من اكثر الناس اطلاعا على القران وتدارسا له ولكنهم يردون النار لانهم عزلوا السنه عن القران ليس يكفي فقط الشعار ليس يكفي فقط العنوان انما المهم هو المضمون والمحتوى هل انت ذا مضمون حسيني حقا؟ كم من مستاكل بالحسين؟ كم من رجل اتخذ الحسين جسرا للوصول الى اهدافه ومقاصده الدنيويه؟ كم من رجل لم يفهم الحسين جيدا ومقاصده كما بدانا كلامنا فظن ان هذا هو منهج الحسين ولكنه اتخذ منهجا اخر بعيد تمام البعد عن منهج الحسين عليه السلام فضل واضل وورد النار وجر معه جماعه من البشر الى النار كان ذلك ناشئا عن تقصير لا عن قصور كان ذلك ناشئا عن شوب بالهوى شيء من الهوى قد شاب منهجيته في حياته فصار الحسين عنده لا اقول سلعه يبيع بها ويشتري وانما صار الحسين عنده على منهج اخر غير المنهج الذي جاء به الحسين عليه السلام وهو مصر تماما في كل قعده ووقفه أن هذا هو الحسين وهذا هو منهج الحسين عليه السلام فوصل إلى أين؟ وجد نفسه بعد فوات الأوان في نار جهنم. أتعلمون كم أمة في التاريخ انتحلت هذه النسبة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ أناس لا يخطرون حتى على بالكم. انتحلوا هذه النسبة. ولكنهم كانوا على غير طريق الحسين صلوات الله عليه وهنالك قسم ثالث وهم هؤلاء المتذبذبين هؤلاء المتارجحين الذين هم مع الريح مع الرياح اينما مالت الرياح مالت هؤلاء ايضا فشلوا سقطوا في الاختبار بعدما كانوا حسينيين هذا البحث ايها الاخوه بحث خطير ندرك ذلك ولكن لا بد من الولوج فيه ليس امامنا من سبيل وتعرفون مني اني احاول دائما ان اكمل لكم الصوره ما لا يكون مطروحا عند الغير نحاول ان نطرحه ها هنا وان كان يبدو سباحه عكس التيار وان كان يكون مخالفا لما هو سائد من افكار ومن تصورات وانطباعات من لا يحتمل انا اقول هذه الكلمه صادقا لكم اخواني هنا الحاضرون ولمن يسمعنا ايضا في الخارج من لا يحتمل بحثا كهذا وليس عنده ذلك الحجم او القدر من الاستعداد النفسي لتقبل هذا البحث من البدايه لا يسمعنه لا ينصت الى كلامنا انما نتوجه بهذا الكلام الى من روض نفسه وكان ثابت الايمان صلب العقيده ويريد ان يستنير بكشف بعض الاجزاء غير المكتمله من الصوره يكتشفها يقف عليها فيقوم منهجه اكثر يصلح منهجه اكثر. اذا كان بعض الناس لا يحبون ان تتزلزل عقيدتهم في بعض الرجال من السابقين واللاحقين فلا يمضوا معنا في هذا البحث. اذا كان بعض الناس لا يتحملون اللغه النقديه التي ستنطلق من كلام ابي عبد الله الحسين عليه السلام لهؤلاء الرجال فلا يكملوا معنا هذا المشوار. اما نحن نرى ان من وظيفتنا ان نتكلم بالشيء الذي لا يتكلم به الغير. ان نكمل الصوره. حتى يعيد الناس اكتشاف رساله الحسين عليه السلام من جديد. ما زالت هذه الرساله مجهوله اخواني. ما زالت. ما زال هنالك كثير من الاغلاط تروج على انها من منهج الحسين عليه السلام وهي بعيده تماما عن منهج الحسين. من الذي يحدد ان هذا منهج الحسين؟ وهذا ليس من منهج الحسين كلام الحسين ارايتم مني ذات مره اني اتكلم بغير هذه الاوراق بغير هذه المصادر والادله ما اظنكم سمعتم مني كلاما هكذا نحن ننطلق من هذه الارضيه لم هذه الارضيه محجوبه لم هذا الذي ينبغي ان نعتمد عليه نتكئ عليه نستند اليه لم هذا مخفي غير بارز بالقدر الكافي هذا ما نحتاج في هذا العصر انه عصر سميناه قبل سنه عصر الربيع الحسيني اذا كان اخرون يعيشون ما يسمونه الربيع العربي نحن نعيش الان ربيعا حسينيا العالم الان يلتفت كل العالم في هذه الليالي يلتفت الى هذه الشخصيه العملاقه التي تحرك طوفانا بشريا ييمم شطره الى كربلاء يتوجه الى هناك يرون هذا العالم يصطبغ الان بصبغه الدم بهذا اللون الاحمر بهذه الحراره نحن بامكاننا ان نتخذ هذه الايام منطلقا حضاريا نخاطب به كل الحضارات ولكن مشكلتنا الرئيسيه اننا نحن لا نستطيع الانطلاق تلك الانطلاقات الكبرى بسبب انها هنا بيننا اعتلالات واغلاط قائمه على منهجيه مغلوطه، شائبه، مهجنه، واحيانا معكوسه عن منهجيه الحسين عليه السلام. هنالك منا طوائف اليوم ورجال افتتنوا بالحسين ذلك الافتتان الخطر الذي اوصلهم نعوذ بالله الى المهالك. وليتهم اكتفوا بأنهم أهلكوا أنفسهم إنما أهلكوا غيرهم معه نحتاج إذن إلى مرحلة من التمييز والتنقيح والتطهير نطهر هذه الأجواء المسمومة لنرى ما هو الذي من الحسين وما هو الذي من غير الحسين ما هو الذي اصيل في منهجيه الحسين وما هو الدخيل على منهجيته ونحن نحسب ذلك من منهجيه الحسين صلوات الله عليه بحث ثقيل هو نعم ثقيل على بعض القلوب نعم ولكن حينما تكتمل الصوره بعد عشر ليال ان شاء الله تعالى اذا احيانا الله عز وجل سترون ان شاء الله كم هو هذا البحث مشرق او مسبب لاشراقات في العقل وان كان القلب يستشعر ثقلا في ان يبدا به شيئا فشيئا صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا ايها الذي ضحيت بنفسك رضا بمشيئه الله وقضائه وقدره لكي يحيا هذا الدين وتعيش هذه الامه على منهاج المرسلين والائمه الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين الا فبكوا واندبوا امامكم وسيدكم